أعزائي المتابعين، لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة ورن الجرس ليصلكم كل جديد. والآن نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم في قناة روائع وإبداع دهبكة. معانا زي ما احنا شايفين كده يا جماعة صاعق، صاعق صغير مش كبير أهو، زي ما احنا شايفينه كده أهو. الصاعق ده يا جماعة بيصعق بس مش شغال لمبات. هنجرب كده نحطه في السيريال، شغلنا كله يكون في السيريال أهو يا جماعة. نحطه كده في الكهرباء ونجيب مفك كبير بعازل أهو يا جماعة، أدي مفك أهو زي ما احنا شايفين، ونحطه كده ونلمس بين قطبي الصعق ونشوف كده هيطلع شرز ولا لا. اه بص يا جماعه الحمد لله هو طلع شرز اهو، اهو طلع شرز كده، معناه ان هو الصاعق بيصعق، يعني في ضغط عالي جوه هنا. بس اللمبه اللي هي بتجذب الحشرات غير مضاءه. هنفتح كده ونشوف هل اللمبات محروقه، هل الدايره بتاعتها مش مشغلاها. هنفتح كده ونشوف الموضوع دوك. طبعا يا جماعة اهو دي مصممين الرابطة اهي من هنا كده اهو، ومن الناحية التانية نفس الحكاية، وبعد كده يروح طالع الايه الوش ده معانا، هيطلع معانا لفوق. نعمل بقى العملية دي كده يا جماعة اهو، اهو كده كده اهو طلعت معانا المسامير. افك المسامير بقى كلها ونشوفه من جوه اهو يا جماعة. من الناحية التانية برضو هنفكها، ثلاث مسامير هنا وثلاث مسامير هنا، وهيطلع معانا الظهر اللي فوق ده، اللي هو فوق ده يا جماعه كله بالفيشه بكل القطع الغيار اللي جوه او الاجزاء اللي جوه، واكمل فيه وارجع لكم. اهو يا جماعه هنفك كده، نميل كده شويه ونسحب الجزء ده اهو، سحبناه يا جماعه كده. طبعا نخلي بالنا من الصاعق لا يكون شاحن اهو. بص يا جماعه كان شاحن شويه اهو، الحمد لله فرغناه كده، فرغناه. نفرغه يا جماعه عن طريق التلامس بين القطبين بتوع الصعق كده اهو، كده ما فيهوش حاجه تمسكه عادي اهو. نفتح بقى، واول حاجه هنشوف بقى ايه اللمبات اهو يا جماعه. اللمبات اهي عشان نختبرها، لا اما نخلعها ونقيسها كأوم، او ان احنا ناخدها وايه ونركبها في ايه في حاجه تانية، في جهاز تاني، ونختبر لمبه لمبه، ونجيب كده ال الافوميتر ونجيبه على وضع البزر اهو كده يا جماعه. ادي البزر اهو، ونمسك الطرفين دول اهو، طرف ده والطرف ده، دول اطراف الفتيله كده يا جماعه. اول حاجه نشوف الافوميتر شغال ولا لا. على البزر شغال كده، اشتغلت يا جماعه الناحيه دي، الفتيله الناحيه دي سليمه. طب نشوف الناحيه الثانيه سليمه ولا لا اهو. اه بصوا يا جماعه الثانيه ما بتقفش، الفتيله اللي هنا دي فاصله. طيب كده واحده بايظه، هل الثانيه كمان بايظه؟ اهو كده يا جماعه نخلع الثانيه ونشوف اهو يا جماعه كده، ونقيسهم برضو بنفس الطريقه، نقيس الفتيله اللي فوق دي والفتيله الثانيه اهو كده يا جماعه. كده انا بلمس عشان اتاكد البزر شغال اهو كده، الناحية دي شغالة. طيب الناحية التانية بسم الله، والناحية التانية شغالة. 53 25 19 12 11، نشوف كده. ساعات يا جماعة يديني شورت بتبقى الفتيلة ملمسة في بعض جامد. طيب كده مش ملمسة مع الدواية دي. اه بصوا يا جماعة نلاحظ حاجة هنا، 54 ساعات الفتيلة بتزيد قيمتها ما بتنورش اهو، 54 58 2. بصوا بقى نقيس التانية، المفروض يكونوا الاتنين زي بعض اهو كده يا جماعة. نقيس التانية بصوا أربعتاشر أوم. الفتالة يا جماعة ممكن تزيد قيمتها أما بتصدم الداخل أو بتتكربت، فممكن تكون بايظة، فإحنا هنغير الاتنين. نجيب بقى لمضتين كده
ونشغلهم ونشوفهم فيهم ايه. خلاص يا جماعه جبنا اهو اللمبات 30، دي 30 سنتي زي ما احنا شايفين كده، 10 واط ب 25 جنيه الواحده، كانت ب 15 جنيه زمان. هنركبها كده اهو، بسم الله. طبعا نتاكد ان هنا مش شاحنين، هنا لازم نفرغ الشاحن بواسطه مفك اهو كده يا جماعه، بسم الله. ونلف كده ونحس ان في تكه وهي واحنا بنعملها كده يا جماعه اهو، والناحيه الثانيه اهو كده، نلف الناحيه الثانيه كده اهو كده يا جماعه، بسم الله. ونجرب كده ونقول بسم الله الرحمن. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.